هل هو ارجع لكم بقى الموضوع، هو الحقيقه مش جديد، ولكن اليومين دول ابتدى عدد كبير جدا من اولياء الامور، وانا بتكلم على الامهات والابهات، يجتمعوا مع بعض ويبتدوا يعملوا جروبات كتير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، علشان هم حسوا ان احنا في كارثه. وانا هي بتكلم ان الاسر الاطفال تحديدا في كارثه مش عارفين يطلعوا منها. الالعاب الالكترونيه اللي اتحولت لسلاح بيحصد ارواح ولادنا بعد حالات الوفاه الكتيره اللي اتسجلت بسبب العاب المفروض انها تكون مفيده للطفل. اي لعبه معموله للطفل عشان ينمي مهاراته، عشان تكون وسيله للتسليه، عشان تكون وسيله للترفيه، لكن للاسف الوعي بخطوره الالعاب دي مش عند كل الناس. من اخطر الالعاب دي اللي تم التحذير منها اكتر من مره، وانا هنا كمان مش بكلمكم على الاطفال، ولكن كمان بكلمكم على المراهقين في مصر، هي لعبه ببجي. بالمناسبه اللعبه دي تحديدا على مستوى العالم كله وفي مصر تسجل قد ايه اطفال، وتسجل ليها عدد وفيات غير عادي خلال الشهور اللي فاتت وقبلها على فكره، ومن اول صدور اللعبه دي ومن اول انتشارها. وده اللي خلى زي ما بقول لكم اولياء الامور يعملوا حمله انهم عايزين يتصدوا لانتشار هذه اللعبه في مصر. خطورتها مش بس على حياه الولاد، لكن كمان على صحتهم، على التكوين النفسي. العنف الرهيب اللي موجود في اللعبه دي واللي بتروج له، واللي موجود في العاب الكترونيه ثانيه موجوده مع اولادنا، ولما الاب او الام بينزلوا يشتروا اللعبه دي لاولادهم هو بيبقى فاكر انه بيخدم ابنه او 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 بيوفر له حاجه حلوه يتسلى بيها، لكن هو ما يعرفش انه مش بيقدم لابنه هديه، ده بيقدم له كارثه. الالعاب الالكترونيه وقضايا كتير متعلقه بالامان على مواقع التواصل الاجتماعي، ده اللي احنا هنناقشه مع ضيفنا المهندس وليد حجاج خبير امن المعلومات اللي بينضم الينا عبر سكايب. باشمهندس وليد صباح الخير. صباح النور يا فندم على حضرتك وسادة المشاهدين. اهلا بيك. خليني ابدا معاك من حيث ما انتهيت عشان ما نطولش على الساده المشاهدين، لانه موضوع الالعاب الالكترونيه اثير كتير جدا. ببجي تحديدا عليها لغط من اول ما اللعبه دي نزلت، ومع ذلك استمرت وفضلت الناس تجيبها، والاطفال والمراهقين يشتروها والكبار ويلعبوا بيها، واستمرت حوادثها برضو الى ان رجع مره ثانيه اولياء الامور يقولوا طب وبعدين؟ يعني ايه اخرتها في حياتنا مع الالعاب الالكترونيه دي؟ طب هو طبعا موضوع الالعاب مش واقف عند قصه بابجي بس، لان الالعاب كتيره جدا اللي بتؤدي لمخاطر على حياه الاولاد او على ثقافتهم او على تفكيرهم او على حتى علاقاتهم بالمجتمع. لكن بابجي بتحتل المرتبه الاولى لاسباب كتيره جدا. اولا لانها بيتم استغلالها في بعض الاحوال لتغيير بعض المفاهيم، سواء بقى كانت دينية أو بعض العقائد الدينية أو بعض الحاجات اللي بتحصل، اللي طلع بيها قبل كده بيان من الأزهر وحذر من لعبة بابجي من الحاجات اللي هي بتقولها خلال اللعبة بشكل غير مباشر، يغير مفاهيم بعض العقائد والحاجات الدينية اللي عندنا. ثانيا الحوادث اللي بتحصل نتيجة العنف الكبير قوي اللي موجود في اللعبة، اللي بيخلي ان تقريبا ما بقاش في فاصل ما بين الفيرشوال والحقيقي اللي هو التخيلي والحقيقي، فبيخلي الولد الصغير ما يقدرش يفصل ما بين الاثنين، وممكن يعمل حاجات في الحياه الحقيقيه هو شايف ان هو جوه اللعبه، هو مش مستوعب، لانها بتزيل الفاصل من كتر اللعب عليها ما بين الواقع والتخيلي. الحاجه الاهم من كل ده وده ان في حاجات تانية ممكن يتم وقوع الطفل فيها، زي مثلا هو عايز اسلحه وعايز العاب او عايز حاجات لجوه اللعبه، فيضطر ان هو يستخدم كريدت كارد بتاع والده او بتاع والدته، او ممكن في بعض الاحوال بعض الاطفال بيسرقوا الاكونتس من بعض بتاعت اللعبه، فبالتالي بيحصل بيه مشاكل نتيجه ان هو الاكونت بيبقى مربوط بالجيميل، فناخد الجيميل بتاع صديقي ده او بتاع واحد انا اسرق منه الاكونت عشان اخش بالاكونت بتاعه اللي عليه الاسلحه العب اللعبه، وده بيؤدي في بعض الاحوال. وكان في قبل كده مداخله اتشرفت ان انا اكون بيها مع حضرتك، ان انا قلت ان الموضوع ده بقى منتشر جدا في بحث الانترنت، ناس بتروح تعمل بلاغات نتيجه ان حد انتحل صفه حد ودخل باكونت بتاعه وعمل بيه مشاكل. فالموضوع مش بس على طب فكرة. طب انا عايز اسال حضرتك كخبير المعلومات، ليه الالعاب دي تحديدا ببجي وعلى يعني ليها على غرارها في كتير، ليه بيبقى فيها التكوين ده؟ هل هو
تكوين مقصود انه تكون الالعاب دي بالشكل ده؟ هل بيدخل فيها استراتيجيه مثلا معينه او فكر معادي معين؟ يعني مثلا ما احنا عارفين انه في حرب مثلا حروب الكترونيه ممكن تستهدف اجيال، هل الالعاب دي منها؟ بص حضرتك، فكره ان حد يعمل لعبه او حد يعمل منصه اجتماعيه او حد يعمل اي حاجه تكنولوجيه بيبقى ليها بعد نفسي، يعني الموضوع ما بيجيش كده ان انا هعمل كذا فبعمله وخلاص. حضرتك على سبيل المثال يعني في مقارنه بسيطه كده، لما نيجي نتكلم على الفيسبوك ايام ما كان الزرار لايك بس، واللايك اتغيرت بقت 5 ايقونات او 6 ايقونات، دي دكاتره بيذاكروا الموضوع ويشوفوا تاثيرها النفسي. كذلك الالعاب لما بييجوا يعملوا لعبه بيشوفوا ازاي يخلوا الشاب او الطفل او الفئه المستهدفه من اللعب انها تقعد اكبر فتره ممكنه على اللعبه، وازاي تقدر تجذبه بشكل ما من خلال دكاتره نفسيين هم اللي بيقولوا اللعبه دي تتعمل ازاي. ما بيجيش الموضوع كده يعني. يعني اذا ازاي ان انت تحول الشخص ده اللي هيبتدي يلعب اللعبه لانسان مدمن للعبه دي ما يقدرش ان هو يسيبها؟ بالظبط بالظبط يا فندم بالظبط. طيب فالكلام ده بيجي بدراسه يعني، ما يعني بيقولوا اللعبه دي هتبقى فيها كذا، يبقى فيها عنف، يبقى فيها استراتيجي، يبقى فيها تفكير، يبقى فيها في دكاتره بقى هي اللي بتحط الاستراتيجيه اللي بتلعب على النفسيات بتاعه المستخدمين او الفئه المستهدفه اللي هتستخدم الحاجه. طيب من ضمن برضو الكوارث اللي احنا تابعناها الفترة اللي فاتت يا باشمهندس وليد، وهي انه النوع ده تحديدا من الالعاب بيبقى سهل التحميل، انه ممكن يبقى معاك في اي وقت، يعني لعبها سهل على الموبايل لو انت بتستخدم مثلا اي ايباد او تابلت، لو انت قاعد على جهاز كمبيوتر، وهي فكرة انه اللعبة نفسها تكون ما بتفرقكش طول الوقت اي ما كانت الوسيلة اللي انت هتستخدمها عشان تلعب بيها. على فكرة هو القصة دي مش بس بتنطبق على الألعاب، القصة دي بتنطبق كمان على وسائل التواصل الاجتماعي، أو عشان نعممها نقول التكنولوجيا الحديثة كلها بتعتمد إن أنا إزاي أوفر لك كمستخدم الحاجة دي على كل المنصات متاحة ليك في أي وقت. وزي ما قلت لحضرتك الهدف الرئيسي هو إزاي أبقى على المستخدم بتاعي أو الفئة المستهدفة أطول فترة ممكنة على المنصة عندي أو على التطبيق عندي أو على اللعبة عندي أو أيا كان إيه المنتج اللي أنا بعمله. فلازم اعمله بشكل ان هو يبقى سهل، خفيف التحميل، يشتغل من خلال انترنت عادي او من خلال انترنت اللي على الموبايل، ما يستهلكش باقه كتير. كل الحاجات اللي الناس بتدور عليها لازم اوفرها له عشان ابتدي اخليه يقعد فتره اطول موجود عندي، وبالتالي اقدر استفيد منه اكتر او استهدفه اكتر. طيب هرجع مع حضرتك لحاجة تانية وهي تتعلق بقى بالخصوصية والأمان، يعني معظم الألعاب دي زي ما اتقال وحضرتك صحح لي معلومتي هل هي غلط او صح، انه الالعاب دي بتسمح باختراق حياتك الشخصيه، يعني انت مجرد وجودك بتلعب اونلاين عندك اكاونت بتلعب مع ناس تانية، ده بيسمح لهم ان هم يكونوا موجودين على جهاز الكمبيوتر بتاعك، هل ده صحيح؟ صحيح بشكل ما. خلينا اوضح لحضرتك ان انا لو انا مش على درايه كامله وكافيه بالتعامل السليم والامن مع التكنولوجيا، مجرد بس ان انا يبقى عندي انترنت ده هيعرضني للمخاطر، مش بس الالعاب، لكن الالعاب فيها كمان خطوره اكتر، انها بتتيح للشخص اللي بيلعب انه يتواصل بالصوت والصوره فيديو او يتواصل صوتيا او حتى كتابيا مع اشخاص اخرى من دول كتيره، الناس دي انا ما بقاش عارفها وبتحمل ثقافات مختلفه وعادات مختلفه، فممكن يتم من خلالها بث بعض المعلومات الخاطئه للولد نفسه او استدراجه بشكل ما لحاجه مش كويسه، لان هو في الاخر بيتعامل مع ناس مجهوله من دول على مستوى العالم، ما يعرفش ده ديانته ايه ولا ده تفكيره ايه ولا ده عايز ايه. كمان التعامل مع الانترنت من خلال الالعاب دي بيعتمد على وجود اكاونت وبيعتمد على استخدامه للانترنت بشكل مختلف شويه عن الاستخدام العادي، فلو انا مش عارف ازاي اتعامل معاه ممكن ده يتسبب في اختراق جهازي مما يؤدي الى بياناتي والحاجات اللي موجوده على الجهاز يتم استغلالها ضدي، وفي بعض الاحوال بيتم ابتزاز الاطفال اللي بتلعب الالعاب دي، وفي احوال اخرى بيتم باستخدام الكاميرا استغلال بعض مقاطع الفيديو لابتزاز الاشخاص جنسيا او ما شابه ذلك. طيب الناس تعمل ايه بقى في المواجهه دي؟ يعني اولياء الامور دلوقتي ابتدوا كلهم يتحدوا ويقولوا احنا لازم نواجه النوع ده من الالعاب، مواجهته هتكون ازاي؟ المواجهه عشان تتم بشكل سليم يجب انها بتتم على محورين، محور تكنولوجي ان انا بنزل اداه تكنولوجيه او برنامج يتبع فئه برامج البارنتال كنترول او الرقابه الابويه، في حاجات كتيره جدا موجوده. طب زي ايه ده؟ عايزين نتعرف عليه اكتر يا باشمهندس معلش. في برنامج اسمه كيو ستوديو، وفي برنامج اسمه اندييجو، في يعني مجرد ما حضرتك بتكتبي بس على البحث كلمه بارنتال كنترول او الرقابه الابويه، برامج رقابه ابويه، هتلاقي انواع كتيره جدا متاحه، منها المجاني ومنها اللي بفلوس. البرامج دي تقدري حضرتك تستخدميها سواء كانت على الهاتف بتاع حضرتك او على الكمبيوتر، ده اول شق.
وبالتالي البرنامج هيبعت لي متابعه بشكل دوري للي بيعمله الولد او يفتحها. ايه في التعامل يعني كاملا انا على بنزل الانترنت؟ البرنامج ده على موبايلي انا، او على الجهاز بتاعي انا، طب انا هتابع ابني ازاي؟ لا يا لا لا، على لا يا الجهاز فندم، بتاعه. حضرتك بتنزلي على الجهاز بتاعه هو البرنامج، والبرنامج بيبقى فيه شكل ما يطلق عليه ريبورت باي ايميل، ان هو بيبعت ايميلات لحضرتك على الايميل بتاعك بايه اللي هو عمله باليوسج واستخدامه، سواء بعدد الساعات، سواء المواقع اللي فتحها، ايا كان ايه اللي حضرتك حسب ما انت محدده. وبالتالي كمان برضو البرنامج عنده الامكانيه انه يقفل الانترنت عليه في وقت معين ويسمح بيه في وقت معين، ده لو احنا هنستخدم برنامج. لكن لو حضرتك هتستخدمي نظام التشغيل نفسه بتاع الموبايل، فاجهزه الاي او اس فيها جزء بيسمح بالقصه دي اوتوماتيك منه، فيه من غير ما تشتري برامج. الجزء ده موجود جوه السكيورتي، مجرد ما حضرتك بتربطي الاكونت بتاع الولد او البنت بالاي كلاود بتاع حضرتك، بتقدري تتحكمي في كل الكلام ده من عندك ريموتلي في جهازه، وتفتحي له امتى وتقفلي له امتى، ده اوتوماتيك في التليفون الاي او اس. اما بالنسبه للاندرويد مش متاح فيه الخاصيه دي، في حاجه شبهها اسمها جوجل لينك، ولكن برضو مش بالقدر الكافي من التحكم. عشان كده قلت لحضرتك برامج البارنتال كنترول هي اللي هتحقق الموضوع بشكل كبير، منها المجاني ومنها المدفوع، والمدفوع ده حاجات بسيطه جدا. ده بجد يا باشمهندس بشكرك على إتاحة المعلومة دي، لأنها شيء مهم جدا لأولياء الأمور يعرفوا إن أنا لا أنت ممكن تقدر تتابع من خلال البرامج اللي حضرتك قلت عليها. طيب، مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما عملت مشاكل كتير الحقيقة مع الناس، رجعت إنها تحاول إنها تصالح مرة أخرى، أو تسعى هذه الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي إن هم يعيدوا مصالحة بعض الناس اللي ابتدى يحصل لها حالة تخوف من هذه الشركات، وابتدى يعملوا شيء اسمه، يعني هو غير واضح بالنسبة لنا، المصادقة البيومترية. يعني احنا مش فاهمينها يعني ايه المصادقة البيومترية دي. البيومتريك اوثنتيكيشن هي بالظبط كده زي فكره حضرتك لما بتيجي تخشي على الاكونت بتدخلي اليوزر نيم وبتدخلي الباسورد، ده اي اكونت في الدنيا، ده صحيح. فدي تعتبر سنجل اوثنتيكيشن، يعني حضرتك بتعملي هو بيتعرف الكمبيوتر او الايميل او الحاجه دي عليك من خلال تسجيل الدخول مره واحده. عملوا حاجه تانية اسمها تو فاكتور اوثنتيكيشن او المصادقه الثنائيه، اللي هو بعد ما حضرتك بتدخلي الباسورد بيجي لك رساله فيها كود، الكود ده بيعتمد عليه انك تعرفي تفتحي الحساب بتاعك. رجعوا بعد كده عملوا البايومتريك اللي هي من خلال الفينجر برنت، من خلال بصمه الصباع او من خلال بصمه العين، اللي هي حاجه تبقى موجوده عند حضرتك في جسمك، مش حاجه ليها علاقه، يعني احنا الباسورد حاجه بتحفظيها. الكود اللي بيجي السكند فاكتور اوثنتيكيشن دي حاجه بتجيلك على جهاز معاكي. اما الحاجه الثالثه هي حاجه حضرتك بتملكيها، فدول يعتبروا ثلاثة فاكتور يساعدوا على تأمين الحسابات. ونظرا ان الحاجه دي موجوده عند حضرتك فسموها البايومتريك، علشان هي تعتمد على بصمة عين أو الفينجر برينت. طب هل دي وسائل آمنة حتى الآن؟ يعني نقدر نقول إنه اللي بتعتمد على البصمة، بصمة الإيد أو بصمة العين، دي هي خلينا نقول وسيلة آمنة إن الشخص يقدر يتعامل بيها مع حسابه بشكل أفضل من اللي بيجي التقليدي، فكرة الكود أو الرقم السري العادي اللي إحنا متعودين عليه؟ طبعا فكره البايومتريك هي ما بتمنعش فكره الكود، يعني الكود حاجه والبايومتريك حاجه، ولكن احنا بنقول يبقى باسورد ويبقى تو فاكتور ان يجي لك كود، ويبقى كمان بايومتريك، يبقوا ثلاث حاجات حضرتك تستخدميهم، الثلاثه دول تضمني بيهم ان حضرتك الشخص اللي بيفتح ده هو صاحب الحاجه، لان لو قدرت اخد الموبايل بتاعه مش هقدر ابقى عارف كمان الباسورد بتاعته، ولو خدت الاثنين مش هقدر اخد عينه او اخد صباعه، فبالتالي انا كده ضمنت ان الشخص اللي بيستخدم المنصه دي هو صاحب الحاجه. ودي كمان مش بتنطبق بس على المنصات دي، بتنطبق كمان على التطبيقات اللي موجوده على التليفون، واكيد حضرتك على الهاتف بتاعك معظم الحاجات دي اما من خلال كود يا اما باسورد يا اما من خلال الوجه نفسه، ده بايومتريك برضو ان التليفون حضرتك بيفتح ما بيشوف وش حضرتك. طيب باشمهندس، هرجع لك لموضوع تاني. ناس كتير يقول لك اصل انا كل شويه مثلا يجي لي رساله او مسج على الواتساب، او انه يجي مثلا عن طريق الفيسبوك عن الان بوكس او ما الى ذلك، يقول لك احنا بيجي لنا لينكات كده بتفضل تتبعت للناس وبيقولوا انها هدفها سرقه البيانات او انه يعمل هاك على الجهاز بتاعك. انا ازاي الناس هتعرف تفرق بين الرسائل دي وغيرها؟ يعني اذا كانت مبعوته بقصد ان يحصل هاك على الجهاز ولا لا؟ ولو لا قدر الله كانت كده نتعامل معاها ازاي؟ طبعا هو موضوع ان فكره ان معظم الاختراقات والهاكينج بتتم من خلال لينك، ده عمل ذعر للناس ان اي لينك بيجي له ممكن يكون حد بيحاول يخترقه، ولكن انا افضل ان محدش يفتح لينك هو ما يعرفوش، لان بيحصل العاب كتيره جدا في اللينكات يطلق عليها مثلا دي ان اس تويست، ان حضرتك لو فرضا الاسم بتاع الويب سايت بتاعك كلمه فيسبوك، فممكن اعمل ويب سايت تاني
اسمه شبه كلمة فيسبوك، بس بدل الاو او اعملها زيرو زيرو، تبقى بي زيرو زيرو كي. حضرتك بالعين المجردة ممكن تعدي عليك وتفتكريها كلمة فيسبوك، واعمل سايت مزيف من شأنه ان انا اخد اليوزر نيم والباسورد بتاع حضرتك. فيفضل ما افتحش اي لينك ما اعرفوش، لان الادوات التعرف على اللينكات في حاجات منها بتبقى سهلة وفي حاجات بتبقى صعب ان التعرف عليها طب لانها بتبقى بالفرض غريبة جدا. فتحنا يا باشمهندس، احنا فتحنا خلاص اللينك، تمام، حضرتك فتحت لينك بالغلط، ما تدخليش يوزر نيم وباسورد على اي رابط انت فتحتيه من خلال رساله جايه لك او من خلال ايميل تحت اي مسمى. حضرتك عايزه تفتحي مثلا، جالك ميل بيقول لك الاكونت بتاع الفيسبوك او الهوت ميل حصل فيه مشكله، دوسي على اللينك ده عشان تغير الباسورد. ما تدوسيش على اللينك، روحي بنفسك افتحي www.الويب سايت.com حسب الموقع اللي بعت لحضرتك، وتخش عليه بالشكل الطبيعي، لان معظم الخدع بتعتمد ان شاشه التليفون صغيره فبيبعت اللينك شبه اللينك الحقيقي، يصعب على الناس العاديه التفرقه ما بين الاثنين، ولما بيدوس على اللينك بيفتح له صفحه شبه صفحه المنصه من شانها ان هو ياخد منه اليوزر والباسورد. لو الشخص ده بقى الضحيه مش مشغل التو فاكتور بتاعت المنصه اللي هو دخل عليها دي، هيبقى من السهل جدا ان النصاب ياخد الاكونت بتاعه. ولذلك انا بنصح الناس كلها انها تشغل فكره الكود او التو فاكتور اللي هو بيجي لك كود على رساله بعد الباسورد بتاعتك، عشان تمنع ان حد يقدر يسرق الاكونت، ولو بالغلط دخلت على لينك ما تملاش عليه اليوزر والباسورد، ولو مليتهم بالغلط الشخص مش هيعرف ياخد الاكونت منك. طب باشمهندس، دايما الناس تقول لك طب احنا دلوقتي كل شويه الشركات مثلا اللي هي بتصنع اجهزه الموبايل المختلفه، كل شويه كل واحد منهم يقول لك اصل ده امان، ده اكتر تليفون يعني، وده حصل الحقيقه في اكتر من نوع يعني واكتر من شركه، يعني يقول لك ما بين الناس، مش عايزه اقول ماركات معينه ولكن اكيد حضرتك تعلم ده، فالناس ما بقتش عارفه انهي تليفون امن فيهم. بص يا حضرتك، مفيش حاجه في الدنيا اسمها امنه، لا تليفون امن 100% ولا منصه امنه 100% ولا في حاجه اسمها اصلا في بند السكيورتي 100% امان، ولكن في حاجه اسمها حاجه افضل من حاجه. طبعا انا هشبهها لحضرتك بمثال كده صغير عشان الناس تفهمه، مفيش عربيه ما بتعملش حادثه، بس في ماركه عربيه تختلف عن ماركه اخرى نتيجه ان دي فيها عوامل امان اكتر شويه، لكن ما ينفعش اقول انا هجيب الماركه دي عشان دي ما بتعملش حادثه وما بتتقلبش، مفيش الكلام ده. ده بالظبط زي فكره التطبيقات وفكره الموبايلات اللي احنا بنستخدمها. الافضل في النوعيات هي النوعيه اللي بتبقى الاوبريتنج سيستم بتاعها الاي او اس، لان هي مقفول على المستخدم فيها حاجات كتيره جدا. الاي او اس مش الاندرويد. بالظبط، فبتحميه الاي او كده اس الناس مقفول اعتقد على هتفهم المستخدم. يعني نقصد ايه. وبعدين هقول لحضرتك على حاجه كمان، الحرب الدايره اليومين دول ما بين شركه اي او اس اللي هي المسؤوله عن الاي او اس وما بين منصات التواصل الاجتماعي هي اكبر دليل ان دي اكثر امانا، لانها اتاحت الفرصه لمستخدمي الاجهزه بتاعتهم ان يقفلوا التراكنج على منصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك وانستجرام، وده اللي خلى شركه فيسبوك تروح تاخد المعلومات من على واتساب، وده كمان اللي خلى المنصه دي تحديدا تعمل مشاكل كبيره جدا مع مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، تخسرها فلوس نتيجه انها بتمنع عنها معظم البيانات اللي بيتم جمعها على الهواتف الاخرى زي الاندرويد. فهي الفكره كلها برضو عايز اوضح لحضرتك حاجه، ما هياش فكره ان هم بيعملوا ده عشان خاطر المستخدمين بس، هو الموضوع موضوع ربحي وبزنس موديل اكتر ما هو اي حاجه. انا لما هوفر ده للمستخدمين وعارف ان هم عايزينه اكيد هجيبهم عندي يشتروا منتجي دون الاخر. دي الفكره الرئيسيه يعني، فكره بزنس. لكن ما فيش حاجه اسمها امان 100%، وفي خدع بتمشي على كل انواع التليفونات، لو هي واي فاي وهميه فيك واي فاي وده دخل عليها او ده دخل عليها هقدر استهدف الضحيتين، ولكن في حاله الاندرويد هقدر اعمل معاه حاجات اكتر بكتير من اللي هقدر اعملها في حاله الاي او اس. فكره الفيك واي فاي دي ناس كتير برضو يعني، كويس ان حضرتك ذكرت هذه الجزئيه يا باشمهندس، ناس كتير تقول لك اصل انا كنت في مكان فاتح الواي فاي وفجاه اول ما خرجت انا لقيت الموبايل كله بتاعي بيعمل ابديت للسوفت وير من غير ما اطلب ده. بصي حضرتك، اي حد ممكن يتحكم في تليفون حد من خلال واي فاي بخطا من المستخدم زي ما قلت لحضرتك. على سبيل المثال حضرتك لو دخلتي على واي فاي وهميه وكنت حضرتك بتستخدمي اندرويد مش اي او اس، من السهل جدا ان انا لو انا اللي عامل الواي فاي الوهميه دي ابعت لحضرتك اشعار على التليفون يقول لك ان جهازك محتاج ابديت، في حين اللي هيجي لك ده ما هوش ابديت، هو برنامج تجسس يتيح ليا بعد ما حضرتك تسيبي الواي فاي بتاعتي اللي انت داخله عليها، افضل برضه ابقى متحكم في الجهاز بتاعك واعمل اللي انا عايزه فيه واخد اللي انا عايزه وافرمته واعمل كل حاجه كان حضرتك التليفون في ايدي. فدي في حاله اما يكون الواي فاي وهميه. طبعا في حاله لو اي او اس مش هقدر انزل عليه تطبيق، لان الاي او اس ما ينزلش تطبيقات خارج المنصه بتاعت الشركه بتاعته. اما الاندرويد ممكن انزل اي بي كي، اجيب بقى حاجه اسمها واتساب الذهبي، واتساب اللي هو البامبا، واتساب بتاع مش عارف اكس واي زد، كل دي برامج مطبوخه ناس بتعملها على ايديها وبتسميها وبتحطها على المواقع اي بي كي فايل،
يعني سورس فايل والناس تنزله على تليفونها وانا مش عارف مصدرها ايه ولا مين اللي عاملها. فحاله الاندرويد شويه عشان اوبن سورس بيتيح التعامل عليه من اي حته، وبالتالي ممكن اضحك على المستخدم من خلال الواي فاي الوهميه واستغل تليفونه حتى بعد ما يسيب الواي فاي. طيب بمناسبه الحديث تكمله على الواي فاي، حضرتك عارف انه في مثلا كافيهات كتير او انترنت كافيه اللي بيتعمل او اماكن بتلاقي مجموعه طبعا من الناس كلها رايحه قاعده في نفس المكان بتستخدم نفس الشبكه، وهو اصلا بيبقى رايح عشان المكان ده فيه انترنت كويس، ويبتدوا كلهم يستخدموا نفس شبكه الواي فاي مع بعض في نفس ذات اللحظه. هل ده في خطوره او في تسهيل مثلا حد ممكن قاعد في مكان يخترق موبايل شخص اخر؟ واحنا مش بنتكلم على واي فاي وهميه، احنا بنتكلم على شبكه واي فاي حقيقيه موجوده والناس تعلمها جيدا وليها باسورد وكل حاجه. اسهل طريقه لاختراق شخص هي الاتصال معاه فيزيكال. يعني حضرتك النهارده لو انا واخد وصله زي ما كان زمان بيحصل كده ايام ما الانترنت كانت غاليه قوي، اللي هو لو انا الجاج واخد ده وصله انترنت بالظبط، واخد الايه وصله انترنت من حد وحضرتك واخده منه برضو وصله، كده احنا متصلين على نفس الشبكه. اسهل طريقه لاختراق اي شخص ان انا ابقى متصل معاه على نفس الشبكه، سواء من واي فاي سواء من كيبل. حضرتك تضمني منين ان الواي فاي اللي موجوده في المكان ده مفيش واحد متصل عليها هاكر قاعد بيصطاد الناس اللي بتخش وياخد منهم معلوماتهم ويعمل معاهم الحركه دي؟ حضرتك تضمني منين ان الواي فاي اللي حضرتك داخل عليها اصلا ما هياش واي فاي وهميه؟ ما هو حضرتك في اجهزه، الاجهزه دي من شانها انها لو اشتغلت وبتتحط في شنطه بتبقى على الظهر كده، او من خلال لابتوب من خلال برامج ويو اس بي تمسح اسم الواي فاي الحقيقيه اللي موجود ما يظهرش لحضرتك، يختفي ويظهر لك اسامي تانيه بنفس الاسم وهميه تبع اذا للشخص زي ما اللي عامل حضرتك الواي قلت فاي من البدايه مفيش امان 100%، كامل وبكل تأكيد بالظبط. يعني هنرجع ليك مرة تانية نعود استكمال لحديثنا الحقيقة موضوع المعلومات والألعاب الإلكترونية أو التطور الرهيب في التكنولوجيا اللي بيحصل في حياتنا ده، محتاج كلنا برضو يكون عندنا نسبة وعي بخطورة كل اللي حوالينا. شكرا المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات، بشكر حضرتك على وجودك معانا. كل مشاهدينا في الصباح، استأذنكم بقى فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض.